شكرا زميلتي مونيا من استوديو ساعة كتاب مشاهدينا، محطتنا التالية في منصة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ولدينا لقاء مع الأستاذ طارق راشد الغزال مسؤول البيانات الكبرى في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية للحديث عن مبادرة حيثما تتلاقى العقول. حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا. مبادرة حيثما تتلاقى العقول اسمها يجذب الزوار المعرض، نتحدث عن هذه المبادرة اللي تنظمها الدائرة. هذه المبادرة من تنظيم مجلس الشباب الدائرة، حيث نقوم بهذه السنة بهذه المبادرة، وهذه المبادرة تساهم في تبادل الكتب، لأن احنا عندنا دور في تنمية المجتمع في الدائرة، فقلنا من احنا كشباب الدائرة بنسوي هذه التنظيم لتبادل الكتب بين أفراد المجتمع وتثقيفهم وإثراء الساحة في المجتمع. إذا هذه المبادرة هي تطلق للمرة الأولى من قبل الدائرة؟ إيه نعم. زين. أطلقتوها في تزامنا مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، متى يعني بتم هذه المبادرة؟ احنا بشكل دوري في المعرض نشارك في الكتاب الإحصائي السنوي، لكن هذه المرة حبينا ان احنا نشارك في هذه المبادرة لتنويع قاعدة الكتب الموجودة في المنصة. هذه المبادرة موجودة خلال فترة المعرض، وشفنا ان في اقبال كبير من قبل الجمهور، وبالتالي احنا نفكر ان هذه المبادرة تستمر مع الوقت في معارض قادمة مثل معرض القراءة للطفل. طيب كيف ممكن للجمهور ان يستفيد من هذه المبادرة، او طريقة حتى المشاركة في هذه المبادرة؟ هي الطريقة باختصار أن أي واحد عنده كتاب حاب أنه يتبرع فيه يقوم بإحضاره إلى المنصة عندنا في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وإحنا نقوم بواجبنا في تسليم هذا الكتاب للشخص يحتاجه. طبعا في تنوع كبير بين الكتب الموجودة، هذه الكتب تتنوع بين الكتب التاريخية والاقتصادية والثقافية وتطوير الذات. لاحظنا أكثر كتب كان عليها طلب هي كتب تطوير الذات، وبهذه الكتب بتكون موجودة أو بتوصل للشخص المناسب اللي يحتاجه، وبالتالي إحنا بنساهم في نقل المعرفة بين أفراد المجتمع. طيب بعد انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسختها 37، لو في ناس حابة أو حد من الجمهور حاب أنه يشارك في هذه المبادرة أو يستفيد حتى من هذه المبادرة، كيف ممكن أنه يتواصل معاكم؟ ممكن يتواصل معنا، احنا مقر الدائرة موجود في قناة القصباء في بلوك سي، وبالتالي ممكن يقدمها في أي وقت من السنة، وإحنا نقوم بتوصيل هذا الكتاب للشخص اللي يحتاجه عشان يستفيد منه. أستاذ طارق راشد الغزال مسؤول البيانات الكبرى في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، شكرا على هذا الحوار الشيق. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا نعود إلى الاستوديو وإليك زميلتي منيا لاستكمال الفقرات.